السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتناول أحد طرق الإحصاء الوصفي اللي نستخدمها بعرض البيانات، ألا وهي طريقة البوكس بلوت. تقريبا نقدر نقول عنها طريقة حديثة عصرية، لاحظتها أنا بالآونة الأخيرة للبحوث الحديثة. نستخدمها حتى شون أنه نمكن أو نبين الخصائص التوزيعية لأي إحصائيات معينة، كأن تكون مثلا بيانات مناخية، يستخدم يعني ايا كانت الاحصائيات، انا اقدر استخدم هاي الطريقه حتى ابين توزيعها. مثلا هنا أنا طبعا بالمناسبه تعتبر هاي الطريقه احد طرق الاحصاء الوصفي، راح تبين لك الانماط العامه شلون تستجيب هذه المتغيرات للمعلومات المدروسه، اللي هي حتى نبين مقدار التغاير بالنسبه. مثلا يعني شنو دا اقصد؟ لو انا عندي مثلا حساسات او متحسسات معينه، سنسر اقيس به مثلا مقدار المياه الجوفيه في هذا المكان، بالاضافه الى عندي انا مقدار ابار ارتوازيه فعليه تقيس لي مقدار المياه الجوفيه في هذا المكان، اروح اقدر اشتغل استخدم يعني عندي قيم اوبزرفيد وقيم مثلا استيميتد او بريدكتد اللي هي من السنسرات المعينه. فاقدر انا شنو اسوي بين هذه القيم وبين هذه القيم؟ اجري اختبارات. الاختبارات هاي وفقا لعدة من المعلومات، مثلا استخدم الار سكوير اللي هو الكوفيشنت اوف ديترمينيشن، او ممكن استخدم مثلا الروت مين سكوير ايرور، او ممكن استخدم المين بيزا ايرور، او ممكن استخدم الكورليشن كوفيشنت، او ممكن استخدم ناش كوفيشنت، ناش الافيشنسي كوفيشنت. فعدد من المعلومات اقدر اني اوضحها لهذه البيانات باستخدام هذه الطريقه او بطريقه اخرى، لكن احنا طريقه البوت بلوكس او البوكس بلوت طريقه كلش مهمه، راح يعطيك مقدار التغاير. لاحظ هسه هاي البحوث الحديثه، عندي هنا بحث هذا منشور بال 2021 او 2022، دا نلاحظ هنا لمجموعه من المتغيرات دا يقيس الروت النورمالايز روت مين سكوير، النورمالايز هو اصلا بيرسنت لهذه المتغيرات. دا نلاحظ شوف الطريقه هنا دا يعطيك كل من مقدار التغاير مالتها ومقدار توزيعها والانماط الاستجابه لها. هنا لا، النورمالايز مين بيزا ايرور ايضا كبيرسنت، لاحظ هنا لهذه المتغيرات. هنا نقدر نلاحظ الافشنسي الناش افشنسي كوفيشنت، لاحظ هنا ايضا توزيعه بهالشكل هذا صار لهذه المتغيرات. فاتمنى ان شاء الله تكون واضحه. بالمناسبه هذا النوع يشمل لنا عدد من المتغيرات، يعني يشمل لنا يعني لازم تتوضح من انت تذكر هذا الشيء، توضح اول شيء هذا شلون توزيعه، يعني خلاص هو بلوكس وخلاص، شي يمثل لي هاي القيمه، شي تمثل هاي القيمه، شي تمثل بدايه البوكس، شي يمثل نهايته، شي يمثل المنطقه الوسطيه، شي تمثل. لازم تعرف انت هذه التمثيلات. اول شيء نجي بصوره عامه، نجي للبوكس الاصلي. البوكس الاصلي القيمه الاصليه، القيمة الأصلية يعني البلوت بوكس أو القيمة العليا هنا شو تمثل لي؟ تمثل لي Q3 اللي هو النطاق الربع الأعلى، والقيمة السفلية تمثل لي Q1 النطاق الربع يعني الأوطأ أو اللور ليميت. تمام؟ نجي أعلى قيمة بالخط اللي يشمل البوكس، هاي يسمونه الاوت لاير او الابر ليميت، القيم المتطرفه العليا، وهنا اللور ليميت. تمام؟ وهاي القيمه الوسطيه بين الكيو 3 وبين الابر ليميت نسميها الماكسيمم، او ايش قد تطلع هسه راح نتعلم شلون نحسبها. نجي على المينيموم هي القيمه المتطرفه الثانيه، شلون نحسبها؟ ايضا عندنا طريقه. نجي على الميديوم ايضا شلون احسبه؟ هي هاي القيم بصوره عامه. هذا الاي كيو ار اللي هو النطاق الربعي او مدى النطاق الربعي شلون ينحسب؟ هو عباره عن الفرق بين الكيو 3 ناقص كيو 1. نجي نوضحها باكسل يكون افضل. هسه لو نروح هنا الى اي محطات معده اني عادتها بارامترات معينه حتى ادرس خواص فد توزيع معين او فد بيانات معينه، لاحظ هنا هسه انا راح اخذ اول معلم احصائي يعني statistical parameter اللي هو الار سكوير لمجموعه من المتغيرات. المتغيرات عندي هو سقيط، درجات حراره، اشعاع شمسي، ورطوبه نسبيه، ووند سبيد.
هذه البيانات قستها باستخدام القمر الصناعي ناسا باور لمحطات، 6 محطات سلكتد ضمن منطقة الدراسة، ومع المحطات اللي اصلا فعليا موجودة بمنطقة الدراسة، فحتى اجري اختبار ابين هذا الاختبار شنو الغرض منه. فهذه المتغيرات او هذه المعلومات قسناها لهذه المتغيرات 5 اللي هي متغيرات مناخية، واحنا قلنا نطبقها، لكن احنا ناخذنا كيس ستدي ممكن نطبقها. فهذه المعلومات الدين الاساس ناخذ اول معلم، هذا معلم ثاني نفس المتغيرات اللي هو روت مين سكوير ايرور، والمعلم الثالث اللي هو المين بيزا ايرور، والمعلم الرابع هو الناش. تمام، لهذه المتغيرات 5 اللي تناولناها، هذا السر الراديشن، هاي الرطوبه النسبيه، هذا الويند سبيد، وهاي التمبرتشر مقسمه الى 2 تي ماكس تي مينيمم، وكذلك السقيط البريسيبيتيشن. كذلك نفس هذا المعلم قسناه لنفس المتغيرات 5 وكذلك للبقيه. هسه راح ناخذ احنا الاول. فهسه شو نسوي من ناخذ الاول؟ عندنا خيار، هذا الخيار اول شيء انا اريد ارسم هذا المعلم باستخدام طريقه البوت بلوكس. اول شيء احوطهم بين المتغيرات 5 لهذا المعلم، اروح على الانسيرت، من بعد خيار الانسيرت راح اضغط على هذا الخيار اللي هو مكتوب بالستاتستيكال تشارت. عندنا هيستوغرام، او عندنا الطريقه الثانيه اللي هي طريقه البوكس اند يسموها وكشر. تمام، هسه اختار هذه الطريقه. اوكي، هسه هنا رسمت هذه المعلومات، اقدر اتحكم بالمناسبه من هنا. هسه نجي شو تمثل لي هاي القيم، شو اقدر اني احسب حتى بالمناسبه هو يجي جاهز بكل المعلومات، لكن انت المفروض شنو اللي تعرفه عن هذا فدا نلاحظ. هسه هذا شنطيك شنو هي المعلومات اللي نعطيها بالمناسبه، تقدر تصغر الاكسس. اهم شيء انتبه لهذه المتغيرات اللي هو ممكن يقيس لك اياها، يعطيك المينيمم اقل قيمه، ويعطيك الكيو 1 بالمناسبه، تقدر تطلع هذه القيم حتى تشيك نتائجك اللي هنا، مجرد حتى تشيك بالمناسبه تسوي لي واحد واحد، يعني مثلا هسه هذا الرسم الاول هو للاول فقط. تمام، فلكل واحد تقدر تحسب هنا، يعني يصير عندك 5 عناصر، تتاكد تشوف مثلا هسه المينيمم ضمن الرينج هذا اللي هو اقل منه، اوكي اذا ضمن الرينج فكلش تمام، يعني معناها شلون تشيك فور تشيك، او اذا تحتاج ان تكتب ضمن تيبل او كذا، بس انت العرض النهائي مالتك تحتاجه فقط كبوت، يعني بلوكس او البوكس بلوت. ها مثل ما تلاحظ هنا بالبحوث والدين علن او دين نشر، فعندك اهم فقره ان تعرفها انه يحتوي هذا البوكس بلوت، يحتوي على القيمه المينيموم ضمن هذه القيم، مجرد ما انت تختاره تلاحظ تقول له مينيموم من هذا الجدول مثلا، او اساندا احكي على السقيط، مجرد ما انه احوط ظني راح يعطيني القيمه المينيموم بيناتهم. تمام، تروح على متغير مناخي متغير مناخي، يشتغل على كولوم كولوم هذه القيم. الكيو 1 هي عباره عن كوادترال المن لهذه القيم، راح يعطيك اياها كيو 1، كذلك الميديوم، وتحسب الكيو 3 قلنا مكاناتهم وين، وتحسب الماكس، وتحسب المينيموم حسبناه، وتحسب المين، وتحسب متوسط النطاق الربيعي، وتحسب القيم المصرفة أعلى ليمت وأقل ليمت مثل ما وضحنا هنا بهذا الرسم. ينطيك كل هذه المتغيرات تقدر تستخدمهن. عندك برامج إحصائية كثيرة، برنامج الاس بي اس اس، برنامج الاكسل أيضا ينطيك هذه الحسابات، فلا بأس به، المهم انه انت تعرف هذه الطريقة لما تستخدم وشنو توصف وشنو مميزاتها. تمام، فتقدر هسه لكل رسم لكل معلومات معينة تستنتج هذا الرسم، وقد طريقة تنضيده مثل ما احنا نقولها، او طريقة انه شلون انه اني ارتبه حتى اخرجه بالاخراج الجيد. يبقى انه هذا مثلا فقط الاكسس، انه اغير التوزيع مالته، او مثلا توزيع التقسيمات اللي خاصة به على حسب النتائج اللي ظهرت لي، وهكذا. إن شاء الله تكون محاضرة هذا اليوم مفيدة لكم، ألتقيكم بمحاضرات أخرى، دمتم بأمان الله وحفظه.